20/2/2013 الثوار مرابطون في قرية حيش على الاستيراد الدولي. الله أكبر ولله الحمد. صور المجاهدين كلهم أبطال. هؤلاء الأبطال المجاهدين الثوار. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. السبات أيها المجاهدون، السبات يا أخوتي. معنا العقيد جمال نعسان القائد العسكري العميد البنية المرصوص في قرية حيش. حدثنا العقيد جمال عن ما يدور هنا في هذا الخندق وعن المرابطة على الاستيراد الدولي. الحمد لله، نحن في هذه الأماكن التي تم إعدادها من قبل المجاهدين الأبطال، مجاهدين البنية المرصوص، كل من يعمل لله سبحانه وتعالى في هذا الخندق. الحمد لله جهزنا أنفسنا لاستقبال هؤلاء الأوغاد الذين يحرقون ويضربون ويقتلون بطش جبارين لم تسبق لها مثيل، حتى التتار كانوا أرأف منهم. والحمد لله نحن نجهز أنفسنا منذ 3 أيام لهذا الطريق، طريق الموت، طريق الموت سنقبرهم فيه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله سنحرر أرضنا ونتخلص منهم، وتعود سوريا الحبيبي لأبطالها ولأهلها المجاهدين بإذن الله، بإذن الله. ونحن صامدون، والآن ننتظرهم لأنهم سيقومون بتمرير رتل من الدبابات والآليات التي تحمل القنابل والصواريخ لضرب أخوتنا وأولادنا ونساءنا، وسندمرهم إن شاء الله تدميرا بإذن الله، بإذن الله وبقوة المجاهدين الأبطال. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. 20/2/2013